السلام عليكم. عليكم السلام. كيف بك شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله لنا في عمرك يا حبيب قلبي، الله يبارك فيك، وإياكم وإياكم. الله يسلم حالك. شيخنا سؤال، يعني معلش هو ممكن يكون طويل شوية بس استحملنا فيه إن شاء الله. اختصر قدر استطاع، لأن الوقت ليس ملكي، والله الوقت ملكي، ملك تحديدا الآن إن إخوانك. شاء الله. شيخنا في حد بيسألني، زوجها كان يشرب المخدرات ويشرب الخمر وما شابه ذلك، تمام؟ وبعدين هي يعني هم على حد كلامهم بيقولوا لي وبينقلوا لي ان هم صبروا عليه بما فيه الكفايه، بل وصلوا لمرحله الاصطبار كمان، يعني صبروا وحاولت ان هي تساعده كتير ان هو يبعد عن الطريق ده، وبرضه ما فيش فايده، بل في الاخر بدا يبيع عفش البيت وعشان يعمل الكلام ده كله ويجيب اصحابه في البيت ويشربوا السؤال خلاص علم الحال. ما السؤال؟ نعم يا شيخنا؟ ما السؤال؟ علم الحال. ما طيب السؤال؟ الحال يا شيخنا، هو كان ده يعني هم طبعا مش وش محاكم، مش عاوزين يقفوا في محاكم ومش عاوزين يعملوا الكلام ده كله. فهو هي بتسألني، هو كان دايما يحلف بالطلاق ويقول انت تبقى طالق لو رحت عملت كذا، تبقى طالق لو يعني بس هم عايزين يأخذوا بأن الطلاق المعلق يقع يعني، ولا ايه بالضبط؟ يا شيخنا، يعني لا، هل هم بيسألوا هل ده يمشي ان هو يكون كمان حلف؟ اختياري في الطلاق المعلق أن فاعله يكفر كفارة يمين، وأن المذكور فاسق ويستحب له البعد عنه. بس تختلع يعني لازم برضه تمشي في طريق المحاكم وكده، يعني مش هياخدوا هو بالفتة دي. طريق المحاكم مش حرام إذا كانت المحكمة تقضي بالكتاب حتى مش والسنة. يعني هم نفسهم مش عاوزين يقفوا في الطريق ده ومش عاوزين يا يمشوا. حبيبي أجبتك، السلام عليكم.